أنا اسمي أنزلم، زي أنا زلمة، وأنا بالأردن من سنتين هلا. أنا أجيت بشهر 7/2007 عشان كنت بدرس إدارة المياه هون بالجامعة الأردنية. أنا بشتغل هلا بالسفارة البريطانية. أنا أصلي ألماني بس بشتغل للبريطان زي خائن يعني. اسمي مايكل. أول إشي أنا أمريكي. أنا جيت هون في شهر 6 السنة الماضية. كنت عم بشتغل مع إنجاز. أنا بس قاعد هون في البلد وطالع بعد أسبوع. أنا اسمي إيريكا. وأنا جيت هون هاي السنة في شهر 9 عشان جبت منها من أمريكا عشان بدرس عربي هون بالأردن. فكرت أنه ما في ناس كتير في أمريكا بيحكوا عربي منيح، وبحس أنه يعني العلاقة بين أمريكا والشرق الأوسط ممكن تكون أحسن إذا في ناس أكتر بيحكوا عربي، بيعرفوا إشي عن الثقافة عن الأديان هون، وأنا بدي أكون واحد منهم. أنا اسمي ريبيكا. أنا أمريكية وصار لي 10 سنين هون في الأردن. بالبداية جيت عشان أدرس عربي، وكان الخطة إنه أضل هون سنة، بس مع الوقت يعني حسيت حالي كتير في بلدي، لقيت أصحاب وشغل وزوج. صار لي أكثر من مرة مثلاً لو أنا ببلش بالعربي وواحد تاني هو بيشوف إنه أنا يعني مش ممكن ما بحكي بالطلاقة، وهو بيغير لغة لإنجليزي، وبعرف إنه بالنسبة له هذا خدمة إلي، بس أنا بستحي كتير. أنا بسوق دراجة للشغل وللبيت كل يوم. أنا عند البايسيكلت يعني، ولما أسوق هيك بالشارع ممكن الأطفال هيك، لما أنا أحكي يعني إذا أنا بحكي معهم كلمة أو كلمتين بالعربي على طول بغيروا وبسكتوا مثلاً. هلا السلام عليكم. ليش سكوب سكوبين؟ خليني أجرب الكوكو الجوز الحين. يحكي عربي واحد أجنبي يحكي عربي، لأنه هنا بطلنا نستعمل اللغة العربية، صار الكل يحكي إنجليزي، وهذا أنا ما بفتخر فيه إنه الكل بحكي إنجليزي ببلد عربي. بس كويس بالنسبة لي بنفس الوعي نفس الاتجاه ألاقي ناس أجنبية بتحكي عربي ببلد عربي. لما بحكي شوي بالعربي الناس يعني تفاجئوا، ويعني بحكوا إنه أوه مرحبا أهلا وسهلا إلى أردن، وكويس شو أخبارك، يعني وين تعلمتي عربي؟ عربك good، عربيتك good، ويعني والله بحس إنه يعني أنا جزء من العائلة هون. الناس هون كرماء، وكل مرة لما بشوف واحد جديد هو دائما أو هي يعني دائما تعزمني البيت، يعني بدي اطبخ منسف ومقلوبه وملوخيه او اي شيء عشانك، يعني اهلا وسهلا. العين اعصب حرف بالعربي طبعا، وكيف بدك تتعلم العين؟ لازم تتخيل انه تحمل شيء ثقيل جدا هيك، يعني عين هيك اذا بتحمل شيء ثقيل. والله العين يعني بدي اطخ العين عن جد. يعني الأصعب إشي بشكل عام الفرق بين اللغة العامية واللغة اللغة الفصحى، عشان يعني عطيني أي لغة تانية فيها لغتين، يعني اللغة المكتوبة واللغة المتكلمة، يعني ليش زي هيك؟ الشيء الحلو بالعربي هي هذا القواعد. برأيي هذا يعني في منطقية مش طبيعية، يعني كثير منطقي، وهذا الجمال. يعني الجمال برأيي بيجي من منطقية القواعد، يعني الأساس اللغة. لما نحكي اللغة نتعلم إشي عن الثقافة، عن الأديان، عن السياسة، عن الوضع، يعني الحقيقة هون. إحنا نتعلم من الناس يعني نفسهم، وهذا كتير حلو. عرمرم عرمرم عرمرم
عرمكم.